السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة السيد رئيس الجمهورية، السادة الحضور، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. قبل ما ندخل لحضراتكم، مصطفى كان بيسألني سؤال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يسأل السؤال عايز يسلم على حضرتك يا فندم. ازي حضرتك يا فندم، كل سنة حضرتك طيب بمناسبة المولد النبوي الشريف. ازيك مصطفى، وكل سنة وانت طيب. تمام الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا فندم. مصطفى كان بيسألني سؤال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان ايه سؤالك يا مصطفى؟ هو سيدنا النبي كان بيحب الأطفال؟ يعني لو كنت عايش في زمان سيدنا النبي كان ممكن أقابله أو أتكلم معاه؟ الله، سؤالك جميل قوي قوي يا مصطفى. طبعا سيدنا النبي كان بيحب الأطفال، ولو كنت عايش في زمان سيدنا النبي كان ممكن تشوفه وتقابله وتتكلم معاه، وكان ممكن يلعب معاك كمان. ايه ده بجد؟ طبعا، هحكي لك حكاية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في شوارع المدينة المنورة، ويشوف سيدنا الحسين طفل صغير بيلعب مع أصحابه، فيروح له سيدنا النبي ويفتح درعاته ويقول له تعالى، فسيدنا الحسين يروح منه يمين ويجري وراء سيدنا النبي، ويروح شمال ويجري وراء سيدنا النبي، لحد ما يحتضنه صلى الله عليه وسلم ويحط إيده على راسه ويدعي له. أحكي لك حكاية كمان؟ ماشي. مرة سيدنا النبي ماشي في شوارع المدينة المنورة وشاف طفل صغير قاعد على باب بيته بيبكي، فسأل أمه قال لها ما يبكيه؟ فقالت يا رسول الله كان عنده عصفور صغير والعصفور بتاعه مات. فقعد جنبه سيدنا النبي وقعد يواسيه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيقول مات عصفوري يا رسول الله، مات النغير. فيجلس جنبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه ويطبطب عليه ويضحك معاه، لحد ما سيدنا أبو عمير يخرج من حالة الحزن اللي فيه ويتحول إلى فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، طيب ممكن أطلب منك طلب؟ طبعا تطلب. ممكن تنشد لي أول قصيدة سمعتها في مدح النبي؟ أول قصيدة سمعتها في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت للشيخ سيد نقشبندي. هقول لك جزء صغير منها. في بقعة من بقاع الأرض طاهرة بسم الله مولاي صلى الله عليه وسلم. أنا كمان عايز أطلب منك طلب. فضل. إيه أول قصيدة سمعتها في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قمر طبعا. تبقى تسمعنا منها جزء، ممكن؟ ممكن تنشدها معايا؟ يلا ننشد قمر سوا. بسم الله. الله الله وعمن وانوها كل العباد.
يكن الهو.